تمام. عندي هذا هو التكست او النص المراد تشفيره. انا مثلا بدي اشفر هاي الجمله، تمام. بدي اشفر هذه الجمله، بدي اعمل لها انكريبشن. دائما في الطرق القديمه ايش كان موجود عندنا؟ كنا لما بدنا نشفر الكي بيكون عباره عن كلمه او جمله، وعلى اساس القواعد تبعت الطرق اللي سبق خدناها بتصرف. لكن الكي في هذه الطريقه هي عباره عن قواعد. يعني هنا عندي قاعده واحده اثنين، ممكن اعمل ثلاثه، ممكن اعمل اربعه، هذه انا عملتها. كيف؟ هنا مثلا القاعده الاولى انه شفت الحرف الى اليمين 3 خانات، ممكن 4 خانات او الى اليسار. انت اللي بتحدد هذه القاعده، بتتفق ما بينك وما بين الشخص اللي حيستقبل الداتا المشفره عشان يعرف يستخدم نفس القواعد اللي انت استخدمتها بالعكس مع نفس الجدول الحروف عشان يعمل لها ديكريبشن، يفك التشفير، تمام. والقاعده الثانيه شفت على اليسار 4 خانات، هذه هي انا القاعده اللي بدي استخدمها عشان اشفر سكر محلي محطوط، المهم، تمام. فبما انه عندي هنا 1 2 قاعدتين، فحروح اخذ من الجمله اللي انا بدي اشفرها حرفين حرفين، اس او مع بعض، كي كي مع بعض، اي ار مع بعض، ام اي مع بعض، اتش اي مع بعض، ال اي مع بعض، الواي لحالها، تمام. حرفين حرفين، ليش باخذ حرفين حرفين؟ لانه عندي قاعدتين. لو كان عندي 3 قواعد، انا الفت مثلا 3 قواعد وخليتها هي الكي، يعني الكي هي القواعد. لو كان عندي 3 او لو كان عندي 4 مثلا، 4 قواعد، حصير ماخذ 4 حروف 4 حروف 4 حروف وهكذا، تمام. ما في اتمم من هيك. المهم، فحناخذ حرفين حرفين. عندي مثلا حرف الاس والاو اول حرفين. القاعدة الأولى هشفر فيها الحرف الأول، والقاعدة الثانية هشفر فيها الحرف الثاني، وهكذا. هو هذا السبب اللي مخلينا ناخذ حرفين حرفين. مثلا حرف الاس، وين حرف الاس في الجدول؟ وينك يا اس؟ هي الاس، تمام. رقمه كام؟ 19. هو بيقول لي شفت لي اياه على اليمين 3 خانات، يعني هي 1، حرف التي صار، هي 2، يو، هي 3. ايش صار الاس؟ صار في، تمام. نيجي عند القاعدة الثانية، نشفت فيها الحرف الاو الثاني. الاو وين موجود؟ موجود هنا اللي هو 15. قال لي شفت لي اياه على 4 خانات، لكن على الشمال، هاي 1 2 3 4، صار حرف الكي. جميل جدا. فمعنى الكلام انه الاس او صار في كي، وهكذا بنكمل نفس الطريقه. مثلا نيجي عند الكي كي، شوف هنا كي كي حرفين متشابهين ورا بعض. هذه الطريقه تقضي على خواص اللغه، زي ما أخذنا في السابق إنه ممكن تفك تشفير إشي بالاعتماد على خواص اللغة. هذه الطريقة بتقضي على خواص اللغة لأنه قاعدتين مختلفتين، تمام. نيجي عند حرف الكي اللي هو عبارة عن رقم 11، اللي هو عبارة عن رقم 11. أول قاعدة بنروح، أول قاعدة قال لي شفتها 3 خانات إلى اليمين، يعني 1 2 3، صار حرف الإن. الكي الثانية ما حتصير ان زي ما كانت في الأول، لا، حتصير 4 خانات إلى اليسار وفق القاعدة الثانية. هاي الكي، هاي 1 2 3 4، جي، وهكذا بنكمل بنفس المنوال. عند آخر حرف بس بنطبق القاعدة رقم 1 اللي هي 3 حرف واي، هاي الواي 3 خانات على اليمين، هاي 1، بعدين بنعمل لوب، هاي 2، هاي 3، صار حرف البي اللي هو الواي بعد التشفير. طيب فك التشفير كيف حيكون؟ العكس. الجدول هنا بيقول لي شفت يمين، لا، هخليها شمال في فك التشفير في الديكريبشن. الجدول هنا بيقول لي شمال،
هقول له لا خالف تعرف بدي اياه يمين 4 خانات وهكذا.